أبدأ معك نضال، قراءة فيما قاله وزير الخارجية الأوكراني وأيضا فيما جرى، وكان هناك خبر قبل قليل عن خروج مواقع البرلمان والحكومة والخارجية عن الخدمة بسبب هجوم إلكتروني. نعم، يعني أولا نبدأ بالخبر الأخير، هذا الهجوم الإلكتروني الكبير الذي تتعرض له المواقع الإلكترونية الأوكرانية. هنالك أنباء عن أن موقع وزارة الخارجية، رئاسة الوزراء، البرلمان، وزارة الدفاع كلها تعطلت بسبب هذا الهجوم الذي تتعرض له. والآن قبل قليل ورد بأن مواقع البنوك الأوكرانية أيضا تتعرض هي الأخرى لهجوم مماثل أدى إلى إعاقة عمل عدد منها. وزير التحول الإلكتروني الأوكراني قال بأن موقع تابع للحكومة يحتوي على معلومات عن المواطنين الأوكران، قاعدة البيانات للمواطنين الأوكران. هنالك محاولات لاختراق هذا الموقع لغاية الآن لم تنجح، وهو يقول بأن وزارته تحاول التصدي لهذا الهجوم الكبير الذي تتعرض له الكثير من المواقع الحكومية. عمليا هذا الهجوم الثاني الذي تتعرض له أوكرانيا خلال هذه الأزمة، وهناك اتهامات أوكرانية لروسيا بالوقوف وراء هذا الهجوم، مع أن مصادر أوكرانية تقول بأن الهجوم لغاية الآن هو رسالة، عمليا هو رسالة روسية للجهات الأوكرانية للحكومة الأوكرانية بقدرات روسيا في هذا المجال. روسيا قادرة على تعطيل الحياة العامة في أوكرانيا من خلال مثل هذه الهجمات، ربما تعطيل الكهرباء، شبكة الكهرباء والخدمات الحيوية، لكن هذا لم يحدث لغاية الآن. كل ما يحدث هو على الأغلب رسالة روسية، أو كما قلت ربما هي بعض الردود الروسية على العقوبات التي تفرض عليها خلال اليومين الأخيرين، هكذا تقول التقديرات الأوكرانية لغاية الآن. فيما يتعلق بكلمة وزير الخارجية الأوكراني، هو يقول بأن أوكرانيا تتعرض لمخاطر كبيرة، تتعرض ربما للحدث العسكري الأقوى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأن مستوى الردود الغربية يجب أن يكون على قدر الحدث. أوكرانيا تتوقع دعما عالميا، أولا في المجال السياسي، المجال الدبلوماسي، التعبير عن وحدة الأراضي الأوكرانية والتنديد بالخطوة الروسية بالاعتراف بالجمهوريتين في الانفصاليتين في إقليم الدونباس. أيضا أوكرانيا تحتاج إلى مساعدات مالية كبيرة، وهي تتوقع مثل هذه المساعدات وأن تتعاظم هذه المساعدات لدعم الاقتصاد الأوكراني الذي بدأ يعاني جراء هذه الأزمة. الرئيس الأوكراني قال اليوم بأن الاقتصاد الأوكراني يخسر نحو 3 مليارات دولار كل شهر جراء الضغوط الروسية على الاقتصاد الأوكراني، ومن المرجح أن تتعاظم هذه الخسارة. العملة الأوكرانية تخسر من قيمتها على التوالي خلال الأيام الأخيرة. أيضا هنالك حاجة لدعم عسكري لأوكرانيا، الجيش الأوكراني بحاجة لأسلحة تمكنه على الأقل من صد الهجوم الروسي أو إعاقة مثل هذا الهجوم وتحميل الجيش الروسي الكثير من الخسائر، لجعل القيادات الروسية تفكر مرتين قبل إجراء مثل هذا الهجوم. هنالك بعض المصادر الغربية قبل قليل والتي تقول بأن الولايات المتحدة قد حذرت الرئيس الأوكراني من هجوم قريب روسي، اجتياح روسي كبير قد يحدث خلال 48 ساعة وقد يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وعلى الأغلب ستستعمل فيه الصواريخ الروسية وأيضا الهجمات الإلكترونية التي قد تعطل الحياة العامة في أوكرانيا. وهناك تخوفات جدية أوكرانية من هذه التحذيرات، وهي تريد ضغوطا غربية على الحكومة الروسية سواء على مستوى السياسة أو الاقتصاد والعقوبات لوقف مثل هذا الهجوم المحتمل.